السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي اليوم غادي نحضر معكم واحد معقودة، يعني بلا بيض. بعد ما أنا يسلقت البطاطا، طبيعة الحال درت معها واحد شوية ديال الملحة باش تملح تكون مزيانة. قطعتها مربعات وهكذا، انتم كتشوفوا انا دابا كان معسها مزيان، وضروري تمسوهم حتى تكون باقا سخونه، حيت الا مسوها وهي سخونه غادي تساعدكم دغيا باش تمعس دغيا. انا خليتها واحد شويه بردات، عذباتني واحد شويه، ولكن ماشي مشكل، بقيت معاها حتى صايبتها. هكذا غادي نبقى هكذا هي تنعس فيها حتى كان نصيبها كاملة. دابا غندوزو للمرحلة الثانية. غادي ناخدو كاس ديال العنبة. انا خديت كاس ديال هذا صغير، ولكن عبرت، يعني خديت العبر ديال الكاس العنبة، خديت درت شوية. المهم كاس ديال العنبة كناخدو شوية ديال خرقوم البلدي او الكركم، نص معلقة صغيرة، وكنديرو عاوتاني في مع البطاطا كما كتشوفوا نص معلقة. مع الطحين درت غير راس معلقة. كنديرو فلفل اسود او الابزار، كنديرو عاوتاني التحميرة او الفلفل الاحمر، نص العبار، نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة في الحاجة. نخلطوه مزيان، وغادي نضيف عليه الماء، يعني الماء على حسب، حيت كاين الطحين اللي كيشرب الماء بزاف، كاين الطحين اللي دغيا ما كياخدش الماء بزاف. المهم حنا بغينا نبقاو نحركو بحال هكذا حتى نحصلو على عجينة بحال العجينة ديال السائلة، يعني بحال العجينة ديال البغرير. كنخلطو مزيان، كنزيدو شوية ديال الماء. المهم نبقى نزيد في الماء حتى نحصل على الخليط اللي أنا بغيت. كنحرك، تنجبد داك الجوانب اللي تيكون داك الطحين اللي كاين لداخل، كنحركو تنجبدو. يعني مازالت تقيلة واحد شوية، غادي نزيد تاني عاوتاني شوية ديال الماء باش نتحصل على. انا كنزيد واحد شويه ديال الخميره، يعني واحد 4 غرام، هذه فيها 8 غرام، كندير 4 غرام، يعني نص تاع الباكيه. صافي نحرك، غنشوف القوام. الا كان هو هذاك صافي، الا كان باقي خصني شويه ديال الماء غادي نزيد. صافي دابا هذا هو الجهد، دابا انا تحصلت على الخليط اللي انا بغيت. المهم هادو هما المراحل اللي مهمين. دابا هنا غادي نرجعوا للبطاطا، غنخليو هذاك واحد شويه يرتاح، بما ما غاديش نخليه تيخمر، وانما غيختمر واحد شويه
هنا غادي زدنا دابا داك القزبر والمعدنوس، غنضيف على شويه ديال المليحه، حتى في هنايا غادي ندير شويه الملحه نسيتها باش ما تجينيش مصوصه. صافي دابا غادي نخدم بيديا من الاحسن، باش ملي كنخدم بيديا كان نعرف بان راه كلشي العناصر دخلت في بعضياتها. صافي غنبقى نعجنها بحال هكذايا حتى تنسجم مع داك العطريه كامله، وحتى داك اللي كانوا باقيين شي حبيبات غلاضين ولا شي حاجه غادي نحاول نمعسهم بيديا، وانا كنخدم وانا كنمعس في نفس الوقت. ولكن كما قلت لكم من الاحسن وضروري، يعني ضروري البطاطا من حد تكون باقا سخونه ديروها. وحاجه اخرى عاوتاني، يعني منين تكون كتسلقوا البطاطا ما تسلقوهاش كلها، تسلقوهاش زعما السلقه كامله حتى تولي هاريه، لا خليوها شاده راسها، يعني ما تسلقوهاش بزاف، خليوها شاده راسها هكذاك باش ملي كتبداو تهزوا فيها وداكشي كتجي خفيفه وكتجي يعني ما كتبقاش تشتت ليكم ولا تدير، حيت الا بقات مجموعه كتكون احسن هكذا كتحكموا فيها في يديكم كيف بغيتوا. ودابا خليكم معايا حتى نوريكم المرحله الثانيه فاش نبغي نقلي وانا معاكم. ودابا ان شاء الله غادي نبدا نشكل فيها، غادي ندير كويرات وغادي نبقى نغطسها في هاد الخليط على الطحين ونحط في الزيت. تابعوا معايا حتى الاخر ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. خاص المقله تكون سخونه عاد تحطوا فيها، عاد ديروا الزيت تاني وتخليه حتى يسخن مزيان، عادي يمكن لكم تحطوا فيه باش ما تلصقش ليكم. هكذا دابا بهذه الطريقه هذه كتجي منفوخه وتجي زوينه بزاف وما كتكونش شاربه الزيت. تابعوا معايا حتى الاخر ان شاء الله في هاد اللحظه هذه. انا كنوجد تنكور البطاطا، كنكورها وكنصايبها تنديرها في طباسي لحدايا وكنخليها باش منين تخول تنخوي المقله وعاد تاني نحطها نبقى راسي مصايبه وعاد تنهز ونغطس في داك العجين صافي وتنحطها. هاد الطريقه هادي ما كتخليش هكذا، ما غاديش تشرب الزيت مزيان، ما كيتشربش فيها كاع الزيت نهائيا. ودابا غادي نبقى معكم على هاد الطريقه هادي حتى نكمل هادشي اللي عندي، وان شاء الله بقاو معايا. هذا هو الشكل النهائي ديالها.